وهنخش على طول في الموضوع عشان ما نضيعش الوقت. وخلينا نرحب في البدايه بكابتن طبعا صديق الجمال نجم النادي الاهلي السابق. صباح الهنا. صباح النصر. صباح كل سنه وحضرتك بخير والف سلامه. طيب. طبعا كابتن صديق بس بيعتذر لان هو صحي صوته رايح شويه بس ده من ايه ده؟ طيب مش عارف انا سبحان ممكن يبقى تغيير الجو وكده. سبحان الله الحمد لله. اتحسدت بقى. الحمد لله الحمد لله. طيب كابتن صديق خليني اروح معاك على طول على الفنيات واسالك كده يعني متفائل باذن الله وخلينا نقول برضو شكل المباراه بتشوفه ازاي. انا عايزه اروح للاهلي وهروح للزمالك كتشكيل اسمح لي النهارده لو حضرتك مستعد. اكيد نبدا بالنادي الاهلي طبعا. النادي الاهلي الحمد لله داخل على المباراه اكثر جهوزيه، لعب مباراه في افريقيا عامل مباراه كويسه جدا وتصدر مجموعته، حتى في اللقاء الدوري مع البلديه قدم اداء جيد جدا بنتيجه عاليه، طمن على بعض اللعيبه اللي موجوده، مكسب كبير وسام ابو علي كراس حربة للنادي الاهلي الفتره اللي فاتت، في الحمد لله ثقه عند المدرب كولر وفي تفاؤل، وزي ما قلت لحضرتك الاهلي اكثر جهوزيه قبل المباراه بدليل ان هو لما سافروا النهارده المدير الفني ما رضيش يسافر قبل كده علشان ما برضه ما يحملش على اللعيبه ويبقى واخد المباراه طبعا على عاتقه، ومباراه مهمه جدا ومباراه كبيره ومباراه بطوله مع فريق كبير زي نادي الزمالك، بس هو مش عايز يحمل برضه على اللعيبه، فقال لك اروح الاربع لان هو استفاد بالتمارين اللي هي هنا في مصر، واللعيبه بتاعت الاهلي مستعده جدا للمباراه. المباراه هتيجي في يعتبر نهائي عالمي بالنسبه للتنظيم، بالنسبه للاخراج كاميرات تلفزيونيه في السعوديه مهتمين جدا جدا بالمباراه دي. صحيح. وحتى عاملين حوافز جامده جدا بونص للفريق اللي هياخد البطوله. هي وصلت لكام تقريبا؟ كم الف دولار؟ على ما اعتقد بيقولوا البطوله 2 مليون دولار اللي ياخد البطوله يعني. 2 مليون وصلت ل 2 مليون؟ اللي انا سمعته انه في حافز برضو للفريق اللي هو مش هيتوفق وان هو ياخد البطوله. فدي طبعا فانت كده كسبان كده كسبان لو من الناحيه الماديه بس احنا من ناحيه البطولات احنا بنبص على حاجه ثانيه خالص. اكيد احنا عندنا الدوافع الحاجات الفنيه، الاهلي عنده الدوافع للمباراه يعني يزود عدد البطولات بالنسبه للكاس يعني، والحمد لله فارق على المنافس في عدد البطولات، فالاهلي ما بيحبش يفرط في اي بطوله ويحافظ طبعا ويحافظ على المستوى الفني. بدنيا الاهلي الحمد لله جاهز، في عناصر مميزه جدا زي ما تفضلت حضرتك بالنسبه لنتكلم على تشكيله النادي الاهلي. ماشي. النادي الاهلي طبعا ظهور مصطفى شوبير الفتره الاخيره خد الثقه وخد الحته بتاعت اللعب في ارتياحيه عنده هو قبل ما يكون عند المدرب، ان الثقه تكون موجوده في حارس المرمى في المباراه الكبيره، قبل كده اتحط هو تحت ضغط لعب نهائي افريقيا ومستواه مبشر في المباراه الاخيره عوض غياب الشناوي، فانا شايف هو يبقى النهارده باذن الله يوم الجمعه يقدم مباراه كبيره وهو كل الثقه من الجهاز الفني وجماهير النادي الاهلي في مصطفى شوبير. الحمد لله الواحد مش قلقان لانه لعب خلاص بقى مش في مرحله اختبار، لا لعب وبقى مصنف بيلعب اساسي. وبالمده خلينا نقول الثقه برضه هتزيد، يعني اكيد دلوقتي في بعض القلق على الفترات القادمه هيبقى في اطمئنان اكتر وده طبيعي جدا ولا يقل من مصطفى او يقلل من مصطفى يعني. اكيد ما هي الممارسه والمشاركات كتير بتدي ثقه للحارس، خلاص بقى عارف ان هو رقم واحد في الوقت الحالي ودي حاجه كويسه جدا يعني. بالنسبه لخط الظهر في عبد المنعم وفي رامي ربيعه وفي محمد هاني وفي علي معلول، الحته بتاعت نص الملعب هي في واحد بس انا يعني ممكن يكون موجود او دي بتاعت المدير الفني بس انا بقول وجهه نظري، هيلعب امام عاشور ومروان، انا بقول كوكا كوكا في نص ملعب يعني كوكا ومروان وقدامهم مروان قدامهم اسمه امام عاشور. انا شايف ان ممكن بيرسي تاو ياخد المباراه دي من الاول، بيرسي تاو وحسين الشحات الحته بتاع الكهرباء انا كوجهه نظري لو بدا هتبقى مكسب كبير للنادي الاهلي. هو كتير من الناس متوقعه يعني ان هو ممكن يبدا بكهربا فعلا. كهربا عنده خبرات وعنده مشاركات كتير قدام الزمالك بالظبط وسجل وعنده حاله معنويه مرتفعه، كهربا غير بتاع الفتره الاولانيه، النضج زاد في تركيز عالي جدا منه، انضباط داخل النادي الاهلي وخارج النادي الاهلي، مستواه بسم الله ما شاء الله عالي جدا، موضوع بتاع الفتره اللي فاتت ان هو كان بعيد دي حاجه بينه وبين المدرب وموضوع بسيط جدا، هو بيرجع بقوه
هو ما كانش في موضوع بيني وبينك والله، ما كان في موضوع خالص من الحاجات اللي اتقالت الاستئذان يعني. اه بس عارفه الناس بتهول يعني، بس انا شايف الموضوع عائلي وهو جوه النادي. انا شايف ممكن يبدا بموديست وممكن يبدا بكهربا. لو بدا بموديست عشان هو الفتره الاخيره كان متواجد، كهربا ما كانش موجود. انما تساليني فنيا، لا بقى كهربا بتمنى كهربا مليون في الميه يشارك في اللقاء. كلنا بيسبب عيب وبيسبب لود على فريق نادي الزمالك، بالذات خط ظهره. نشاط، بيسجل، بيتحرك، برضو حته السن وكده في صالحه. فدي ترجع للمدير الفني كل التقدير والاحترام لمستر كولر. والحمد لله الدكه عندنا كويسه جدا، كل اللعيبه رجعت، في رضا سليم، في السوليه، في كريم، كل الناس اللي موجوده، كريم فؤاد، كريم نيدفيد، قفشه، الناس اللي موجوده في اي وقت بينزلوا يغيروا سير المباراه. لو المدير هي دي النقطة كابتن صديق اللي أنا بتكلم فيها، يعني إيه عندي سكواد واثنين على أعلى جاهزية؟ يعني أنا عندي برضو كده نقطة بوصلها لأي حد، مش هقول اللعيبة، أنا بتكلم في العموم، إن أنا مكانك أو المركز بتاعك أنا عندي بدالك واحد واثنين منافسة على أعلى مستوى، فأنت كويس. هتقدم الأفضل اللي يليق بالتيشيرت اللي أنت لابسها. لا كويس. يعني ده برضو بيكون على فكرة حافز لمصلحة اللاعب نفسه مش ضده. وده اللي شفناه فعلا في تطوير اللعيبة، يعني كولر طور اللعيبة، وده كانت اداه من الادوات. المكسب الكبير الاول للنادي الاهلي طبعا، يكون فيه بدل لعيب اثنين بيعمل هو الروتيشن ما شاء الله، اللي في افريقيا بيلعب، اللي في الدوري، والناس كلها جاهزين. فدي بتدي ارتاحيه للجهاز الفني بالكامل، والمدير الفني ما بقاش عنده قلق او توتر في المشاركه، فاي حد يحتاجه هيلاقي الحمد لله البنك كويس. الدكه نكمل سريعا التشكيل، انت خلصت كده الاهلي. طيب قبل ما نخش الزمالك، والله انا مش عارفه، فاصل، عايزيننا فاصل سريع، معلش مفيش مشكله، سريع جدا يا جماعه، فاصل سريع جدا، ونرجع لسه حديثنا اكيد مستمر مع كابتن صديق الجمال، عنده كلام كتير جدا مهم. فاصل ونرجع نكمل. نكمل، خش على طول في الموضوع. عايز اتكلم معاك في التشكيل كابتن صديق، وعايز اتكلم معاك برضو في كذا نقطه، ومنها برضو هنا فكره، يعني انا دلوقتي لما باجي العب مباراه كبيره بهذا الشكل، قصة ان انا بلعبها علشان انا عايز احقق برضو بطولات فقط، ولا القصة كلها ان انا عندي ندية فقط مع غريمي التقليدي؟ لان في البعض دلوقتي على تويتر، وهتلاقي النغمة هي البعض حرب، هي مش حرب، يعني هي مش حرب يا جماعة، هو تنافس عادي كروي، واحنا بنستمتع في الاول في الاخر، مش مأساة قوي كده. خلينا نروح بس الاول للتشكيل ونرجع عشان دي نقطة الزمالك مهمة. الزمالك طبعا اول مرة يخش على اللقاء زي دوت، عنده استقرار اداري رقم واحد، وعنده استقرار فني ان جاب مدير فني جديد، وده بعد غياب جميز. طويل بعد غياب طويل. حده الاداره طبعا ماشيين بخطه ثابته، عملوا تدعيمات للفريق، نادي الزمالك، مجلس اداره طبعا، التدعيمات ابرزهم عبد الله السعيد من وجهه نظري، وفي ناصر ماهر، في محمد شحاته اللي في نص الملعب، دول في وجهه نظري الفنيه دول ابرز ثلاث، فدول هيبقوا اضافه لتشكيله نادي الزمالك. هو خط الوسط عندهم دلوقتي بالتدعيمات دي والمركز، يعني مع دونجا، مع الناس الموجوده كويس، بس دول مستواهم بارز شويه. الزمالك اكيد هيبدا في عنده يا عواد يا الحارس الثاني محمد. على فكره بس قبل ما نروح للحارس، هو لو ابتدى بعبد الله السعيد انا اعتقد ده مش افضل شيء، لان برده عامل السن والجري، واعتقد برده شيكابالا كالعاده يعني المدرب عامل يعني. في حاجات هو المباراه هيكون اكيد مقسمها بالنسبه للعيبه الخبره واللعيبه الشباب، بالنسبه لتشكيله نادي الزمالك هو عايز يبدا بقوه عشان عارف قيمه نادي الاهلي. اقول لك على حاجه، خليه يبدا بيهم ده لمصلحته. لا عشان قيمته هو عارف قيمه النادي الاهلي وشخصيه النادي الاهلي، ماشي يبدا بيهم، يلعب ابرز العناصر اللي موجوده عنده. فهو اكيد هيبدا بعواد وحسام السردباك والمتلوتي، فتوح في الشمال، عمر جابر في اليمين، هيلعب دونجا ومحمد شحاته وعبد الله سعيد في نص الملعب، وهيلعب زيزو، وهيلعب ناصر ماهر وسيف الجزيري. ده التشكيل المتوقع لنادي الزمالك. حصل تغييرات هيبقى في لعيب او اثنين. نادي الزمالك بطوله طبعا مهمه جدا بالنسبه له، ده نهائي الكاس، والبطوله خارج مصر بيبقى ليها رونق ثاني وليها اهميه اكبر، لان سمعه الفريقين وسمعه الكره المصريه، ما الحدث هيتلعب في السعوديه. تمام. طبعا. أنا بعتذر الأول بس للسادة المشاهدين، على فكرة عادي كل اللي بتحصل لنا كلنا. طب اشرب مية لو حابب. ومعرفتش اعتذر إن أنا ماجي الوقت كان ضيق يعني. لا ولا يهمك، أنا آسف. لا بس صوتك يعني مسموع كويس، يعني بتحصل والله. أنا بعتذر يعني. فهو المباراة تبقى مباراة كبيرة جدا بين القطبين، وأي واحد في الفرقة هنا أو هنا عايز يحسم اللقاء لصالحه طبعا. فإن شاء الله أول لأي حاجة
سمعه الكره المصريه، الناس قد بقوه. ما هي دي النقطه اللي انا بتكلم وبالتزام. فيها وبالتزام، لان اللهجه من البعض كالعاده برضو يقول لك ان هي يعني الواحد داخل كل واحد عايز يعلم على الثاني. لا هي مش كده خالص يعني. لا. الثقافه دي بقى كانت زمان مقبوله، دلوقتي دمها تقيل. بس هي القصه برضو بتشوف ان احنا المباراه سيرها ممكن ان هو تنتهي بركلات ترجيح، ولا اعتقد انا اعتقد ان هي مش هتنتهي يعني لو هتسالني انا اتوقع ان هي ممكن تتحسن في الشوط الاول بنسبه كبيره. المباراه في لو الملعب لو في سكور هاي سكور يعني بنسبه كبيره. المباراه في الملعب فيها عناصر مميزه في الفرقتين، والمباراه دي لا بيبقى مفتوح، ما بيبقاش لا ده كاس نهائي كاس. بس بتمنى من الله النادي الاهلي يبادر بالتسجيل. احنا لما بنسجل باللغه كده بنركب اللقاء، وبتدي معنويات كبيره، وبتحمل ضغط كبير على فرقه نادي الزمالك. ان شاء الله لما احنا نسجل الاول دي بتفرق معانا. اي حاجه سيناريو المباراه مستر كولر حاطط سيناريوهات كتير، سواء انا اسجل او لو قدر الله لو في حاجه او الماتش رايح للتعادل لحد ما نوصل لضربات الترجيح او يكون في وقت اضافي. فكل الحاجات دي المدير الفنيين جوميز ومستر كولر حاطين السيناريوهات دي. بس انا شايف انا متفق مع وجهه نظرك، يبقى في جوان اثناء اللقاء في تسجيل. ويا ريت زي ما بقول من الشوط الاول، لان احنا تسجيلنا المبكر في المباريات الكبيره بيدينا دافع قوي جدا، بيرفع المعنويات وبيخليك كده ببساطه معنى البسيط يعني تسيطر على المباراه كلها وعلى المنافس بتاعك. ان احنا بنقولها كده باللغه يعني تسيطر. يركب اللقاء بالظبط. ليه؟ اللي بيسجل زي ماتش 4 يعني الاهلي جاب جون، الزمالك مش عارف يلم نفسه، جاب الثاني الثالث 4 بس خلاص. برده زي ماتش 5 الاجوان 3 ورا بعض، حتى انت عندك مخزون من الاهداف لما تسجلي. لو جه فيجي هدف ولا حاجه مفيش مشكله، يبقى انت عندك اجوان بتساعدك ان اللقاء يبقى في صالحك يعني. طيب انا هتكلم دلوقتي عن الاجهزه الفنيه. الجهاز الفني للنادي الاهلي والجهاز الفني لنادي الزمالك، والاثنين عندهم يعني مدرستين مختلفتين، بس الاثنين عندهم رغبة شديدة في إظهار إن هم الأفضل. وعلى فكرة التنافسية برضو ما بين المديرين الفنيين دي حاجة جميلة إيجابية، لأن هي هتنعكس على اللعيبة، هتنعكس على الخطة، هتنعكس على النتيجة في الآخر. صح. فتعالى نتكلم شوية عن المدير الفني للنادي الأهلي والمدير الفني للنادي الزمالك. مدرسة سويسرية، مدرسة يعني برتغالية. النادي الأهلي الحمد لله إحنا عندنا كجماهير النادي الأهلي في ارتياحية لمستر كولر، بقاله فترة معانا، حقق انجازات كويسه جدا اضافه لانجازات النادي الاهلي السابقه. عنده ثقه في نفسه، عنده ثقه في اللعيبه، في كل حاجه في صالحه. الحاجات الفنيه بيتعامل بشكل احترافي، وبيتعامل كمان في حته التشكيل بتاع النادي الاهلي بخبرات كبيره، وعنده رؤيه كبيره لفرقه النادي الاهلي. الفتره اللي فاتت نجح في وجهه نظري الحمد لله بامتياز. كل المشاركات اللي دخل فيها والاستحقاقات اللي اتحطت تحت ضغط ثلاث ارباعهم او بنسبه 90% نجح. اخرهم بتاع كاس العالم للانديه، تصدر المجموعه بتاعته في البطوله الافريقيه. فكل الحاجات دي في صالحنا، فاحنا مرتاحين ان مستر كولر بيدير اللقاء بمستوى عالي جدا ومش قلقانين. هو ناقص بس توفيق ربنا يكون مع لعيبه النادي الاهلي في اليوم ده، وتوفيقه برده في التشكيل ان هو يحط التشكيل المناسب واداره المباراه. فاحنا مطمئنين. الزمالك في لود كتير على المدرب، في ضغط عليه، جاي جديد، النتائج برضو بس جاي جديد، واللود ده ممكن ينعكس ايجابيا على الفكره نفسها وعلى المباراه نفسها. انا عايز اثبت نفسي، وبرضو ممكن يبقى سلبي بالنسبه له. اول حاجه هو ما يعرفش قيمه النادي الاهلي ونادي الزمالك في مباريات القمه والبطولات، البطولات دوري او كاس او افريقيا. برضه ممكن عنده معلومات بسيطه، انما اللي عايش الحدث اكتر مستر كولر في الملعب وبره الملعب، وبقى له فتره كبيره معانا. الثاني لسه جاي جديد على فرقه نادي الزمالك. أيوه. برضه ممكن ما يتوفقش في التشكيل، ان برضه الدنيا ملخبطه معاهم، يلاعب دوت يلاعب ده. هو يمكن اول مباراه ليه فعلا داخل على بطوله مع النادي الاهلي، فهي ممكن تبقى بصي زي ما بيقولوا اول تحدي حقيقي يعني، علقه جامده يا طلع منها يا اما ايه. برضه بس معاه كل العذر لما نيجي نتحاسب مدير فني زي ده، سواء الاعلام او الرياضيين او مجلس الزمالك، مش هيبقى في ضغط جامد في الحسبان. لسه ما تعرفتش على اللعيبه، لسه الظروف برضه مش مساعده، فدي ممكن تبقى في صالحه. بس هو من جواه نفسه يعمل نتيجه ايجابيه
هو عارف حجم النادي الاهلي، شخصيه النادي الاهلي، لو ما كانش عارف قبل كده اليومين اللي جم فيهم شيء. انا اعتقد ان جماهير الزمالك اكيد عندها طموح ان الزمالك هو اللي يفوز، لكن اعتقد ان هم مش هيزعلوا، وده من حديثي يعني مع اصدقائي من بيشجعوا نادي الزمالك، قال لك انا عايز بس بعد الفتره الدروب الكبير اللي حصل لي والصفقات اللي جات لي والاستقرار في دلوقتي في الاداره عندهم، ان يبتدوا يشوفوا بس اللعيبه بتعود بمستوى فني حتى جيد، يعني يطمنوا على الفريق بمعنى اصح. فكره الفوز اكيد دي حاجه يتمنوها، بس هم عايزين يطمنوا على الفريق، عايزين يشوفوا ان عندهم لعيبه كويسه يقدروا المرحله الجايه يرجعوا اسم نادي الزمالك ويبقوا على الساحه وينافسوا على البطولات. بس حته الهزيمه او حاجه، جماهير الزمالك برضو الفتره اللي فاتت بالنسبه لهم الموضوع بسيط جدا، يعني حتى لو خسروا يعني اتغلبوا قبل كده عادي، وممكن يقول لك بعد كده المدرب هيعمل فرقه جديده. ما هو ده اللي بيحصل على فكره في الانديه الكبرى، انا كنت بقول الكلام ده، فيش فريق بيقوم يقف فجاه يعني، هو مش اكيد اكيد بس الموضوع بياخد وقت، بقى لهم كتير مش عارفين يقفوا بسبب الظروف المحيطه. طبعا وبرده الله يكون في عونهم، اكيد عدم الاستقرار في اي نادي اهم حاجه رقم واحد، استقرار طبعا جماهير ومجلس الاداره، فالحمد لله دي متوفره بفضل الله عند هناك. الدنيا كانت ملخبطه شويه الفتره اللي فاتت، فهم عايزين يرجعوا يبقوا زي زمان يعني نفسه كده، والتوفيق طبعا بتاع ربنا. شوف الفقره خلصت بقى، انا هريحك خلاص عشان احنا عارفين ان طبعا حضرتك تعبان. ربنا يخليك. توقعاتك سريعا، يعني انا قلت 1-0 بالامس، حضرتك تقول ايه؟ بصي احنا كلاعيبه كوره التوقعات انا عارفه، بس انا عايزه صعبة شوية. معلش انما قولي لي تتمنى ايه؟ طب تتمنى ايه؟ اتمنى باذن الله، باذن الله النادي الاهلي يرجع بالكاس والضف البطولات اللي موجوده. كام مش هسيبك والله، ما ختمه، ما بتمنى من الله نكسب واحد، نكسب اتنين، المحصله لو بنص جون المهم نشيل الكاس ونرجع بيه باذن الله ونفرح جماهير النادي الاهلي باذن الله. كابتن صديق بشكرك جدا بجد على النهارده، والف سلامه على حضرتك، بشكر حضراتكم، وباذن الله باذن الله يوم الجمعه تكون مباراه قويه تكلل بالفوز للنادي الاهلي، مش مهم حتى لو هاي سكور بالمناسبه، احنا بس عايزين نفوز في هذه البطوله. اتفضل اتفضل. بقول لك لو نص جون نرجع بالكاس. لو نص جون. انا بعتذر مره اخيره والله. لا لا مش حاجه ابدا، بعتذر جدا جدا يعني، ما ينفعش ما كنتش اجي يعني. لا طبعا اكيد نشوف حضراتكم باذن الله يوم الاحد القادم، ونبدا الحلقه بصباح النصر. مع السلامه.